وانا ضربت لك مثل يمكن سمعته البارحه، الجيش العراقي استاذ نجم، شوف هاي امثله مهمه. حتى الامريكان انطوا سلاح الى الجيش العراقي قبل فتره هديه ب 72 مليون دولار. قامت احدى فصائل والويه كتاب حزب الله باخذ هذا السلاح، وعلى مدى تقريبا شهر اذا سمعت تريلات تطلع من شاهد الحدود ممسوكه من عندهم ماكو بالقائم وغيره، وصلوا هذا السلاح الى لبنان. انقلبت احدى الشاحنات، هسه الله قلبها الامريكان، انا ما احب نظريه المؤامره، هي انقلبت هاي الشاحنه بالكحاله، اذا تدري جنابك انقلبت هاي الشاحنه، حزب الله تخبر استفز، قتلنا اثنين من اهالي المنطقه من الاخوه المسيحيين في لبنان، وظل يرمي ما خلى واحد يوصل للجيش اللبناني، طوقوها الشاحنه حزب الله لانه بها خطوره. هذه الشاحنه هي السلاح الامريكي الذي اعطي الى الجيش العراقي، ولذلك تم تهديدهم عزيزي، قالوا لهم هذا اللي ودى السلاح ترجعوه. الان اكو وفد قاعد ببيروت بجنوب يتوسل بحزب الله بس رجعوا لنا السلاح. فتقول لي لماذا يقاتلوهم؟ لان عبروا الخطوط الحمراء عزيزي، الامريكان كانوا تاركيهم فتره اعتبروهم حلفائهم في قتال داعش، حتى سلاح اعطوهم سكتوا عنهم، بس بالاخير قاموا يقتلون بالامريكان، يقتلون بالشعب العراقي ويبوقون وينهبون. كل هذا الشعب العراقي والعالم يعرفه. بالتالي الامريكان وجههم صخم للمعلومات. كدولة عظمى مثل أمريكا لا يمكن أن تسمح وتبقى تدافع عن قتلة ومجرمين، هذا هو الأصل عزيزي. أكو صاحب أمريكا ناس يفكرون مصالحهم وعندهم خطط وبرا، لكن في نفس الوقت في أمريكا كل ناس عندهم قيم وعندهم سمعة أمريكا مهمة بالنسبة لهم. تحرك هذا الجو في أمريكا عزيزي، صدقني تحرك هذا الجو في أمريكا، أنه الآن يعني دي يقولون إحنا خجولين مما يحصل في المنطقة وفي العراق. إلى أي مدى تثق بهذا الكلام أستاذ أحمد؟ ثقة كبيرة. هنالك في أمريكا ناس مو مثل ما يحاولون الآخرين يسوون الإيرانيين أنبياء كلهم، والإيران شياطين والأمريكان شياطين. في أمريكا هذا وهذا مثل ما في العراق هذا وهذا في كلهم، لكن إحنا علينا أن نتعامل مع أمريكا كقوة عالمية عظمى عزيزي. من زغرها يهددوهم هسه؟ أنا ما أزغرها ولا أكبرها، لكن أنا لا أنا أحاكي الأحداث لا من خلالك. نعم. أنا أتحدث. أمريكا مرات قادرة على افتعال الأزمة لكن لا تستطيع أن تنهي الأزمة. الأزمة التي حصلت في العراق إلى حد الآن لم تستطيع أن تنهيها. الأزمة في اليمن لم تنتهي، الأزمة في لبنان لم تنتهي، الأزمة في ليبيا لم تنتهي. أمريكا ما لها شغل بلبنان، أمريكا ما لها شغل بلبنان في لبنان. لا نتيجة الأوضاع الشاذة، نتيجة الأوضاع الشاذة لبنان ضحية، اليمن ضحية. تعرف الحقيقة اللي لازم تقولها شنو؟ نتيجة سكوت الأمريكان. لو الأمريكان متحركين مثل ما تحركوا عام 2003 ضد ذاك النظام كان يسوون. لكن أرجع للعراق وأرجع للقتال بالميليشيات. إذا في لبنان الآن أكو صراع قوي في لبنان، تعرف كيف؟ أي. وحزب الله يحاول أن يشوف الخطاب الأخير لحزب الله، يريد يتملص من إيران لأن شاف ماكو فايدة عزيزي، وشعبه قالب عليه، حتى الجنوب اللي هم شيعة لبنان قالبين عليه، الناس في مجاعة، هو في قلق. شنو النتيجة؟ إسرائيل ما يقدر إلا بصفه ويومي يهدد واضربكم وهم يهددوه. بالنتيجة النهائية الآن هذا انعزل في سوريا، الآن حصار للميليشيات والوجود الميليشياوي، بعد ما عندهم فرصة يطلعون. طوهم أكثر من سنتين الحديث، خلت غادر الميليشيات فاطميون فلان تتذكر الحديث كانت تطلع تقارير، ومسؤولين أمريكان طلعوا كافي يقول له الامريكي انت اطلع، ما بها قوة عظمى، هو ده يقول لك انت عصابة اطلع. هسه سدوا عليهم الحدود، وين راح يروح هذه الميليشيا؟ بالعراق الان اكو طريقين، طريق يمتلك رئيس الوزراء اسمعها مني بانه يمارس صلاحياته، طبعا مو كل صلاحياته لان جزء من صلاحياته راحت قضية تحرك القوات وهي خليها عندك، لكن جزء من صلاحياته الدستورية والقانونية بتفكيك هذا الوجود الميليشياوي. يريد يسوي اهلا وسهلا، ما يريد يسوي هو خلص، هو يطبق الطابق طبق، لانه بالاخير اذا مو هالسنه سنه اللوخ اللي وراها ما زال الامريكان ثبتوا وجودهم وهيئوا قدراتهم لقتال لتصفيه الميليشيات، مو قتال الميليشيات. اكو فرق بالتسميه بقى استاذ نجم حتى الشعب يعرف واضح، اكو فرق. قاتل معناه هو ندك تنزل وتقاتله وتضربه، لا تصفيتهم. هسه تصفيتهم مو بس بالقتل، هواي اكو اساليب خطه كامله. لن يبقى وجود ميليشياوي استاذ نجم من 2018 انا وياك ببغداد كنت اسولف وياك وبخطوره تتذكر. أي. قلت لك الخطه من 6 سنوات وضعت لتحجيم دور ايران وصولا الى اسقاط النظام، بعد القرار ما متخذي يسقط النظام في ايران او لا يسقط، هذا الشعب الايراني قرره، وتحجيم
كل دورها بالمنطقة وتصفية أذرعها من عام 2018. زين الفيديو أنا متحدث إحنا إيه. لا